صباح الخير مشاهدينا، صباح الصحة يا رب، اللي إن شاء الله دايما تكون هيك نكون متنعمين فيها. على عموم اليوم حديثنا مع أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة بتول جمال عن ثلاث أنواع من البذور، ثلاث أنواع من الأعشاب اللي ثبتت بالفعل أو أثبتت الدراسات إنه لهم فوائد كتير كبيرة، رح نتعرف عليها من خلال بتول. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. كيف حالك؟ دايما أنت هيك إنسانة متفائلة وتبعثي تفاؤل للناس، وبالتأكيد بتقدمي لنا معلومة مهمة. إن شاء الله. نبلش نحكي عن البذور. هلا انت حطيتنا اليوم نحكي عن الحبة السوداء، الحلبة، حبوب الكتان. صحيح. انا كتير متحمسة اعرف عن الكتان بداية لانه في ناس كتير بتقول انه حبة سحرية. هلا هنا لما احنا نقينا موضوع البذور والاعشاب، ليه احنا عادة جدتنا او ستنا او امهاتنا بيحكونا عن الطب الشعبي، بس احنا دايما بضل عنا هذا الهاجس انه حكيهم صح ولا مش حكيهم صح، ولا نعتمد اكثر نظرية المؤامرة. بالضبط. اكزاكتلي. فهل حكيهم صح ولا احنا نعتمد على الادوية اكثر؟ لحد ما وصلنا لمرحلة انه درسنا بالعلم الادوية عن فوائد هاي الاعشاب العظيمة اللي ممكن نقولها للناس وفعلا نستفيد منها باساس علمي قوي. وزي ما حكيتي حنحكي عن البذور وعن الاعشاب، واول بذرة بتحبي تحكي عنها هي الكتان. ليه مهتمة بهاي البذرة؟ كثير بسمع الكتان اوميجا 3، بس انه لازم اظن ينخلط عشان ياخذ الفايده، بس كل مره بقول بدي اجيب وبنسى اجيب. بالاخير جبت من شهرين بس ما خلطته. اكسلنت. لساته موجود. انا ما بعرف صراحه اذا انت رح يعني تفيدك هاي المعلومه لك انت شخصيا، ولا انا بتخيل رح تفيد مشاهدين اكثر. انه فوائد بذره الكتان عظيمه ومن اهمها اللي انا بحبها كثير، بتساعد في تخفيف الوزن. عن جد؟ اها. اوكي. لانه اثبتت الدراسات انه الناس اللي بياخذوا حبه بذره الكتان بيقل عندهم الوزن 37% اكثر من الناس اللي ما بياخذوا بذره الكتان. اللي فيها الياف مثلا كثير. بالضبط. عندهم الياف، الياف عالي، فلما تشربي انت تاكلي بذره الكتان تشربي وراها مي تنفش بمعدتك، فبتحسي بالشبع. اوكي. وما بتضطري انك ترجعي تاكلي مره ثانيه وجبه ثانيه او انك. وبتساعد الجهاز الهضمي اذا؟ بتساعد الجهاز الهضمي. برافو عليك، ممتازه. هلا انا بدك تعطيني خلص هلا شهاده. شهاده. ممتازه. هي فعلا بتساعد الجهاز الهضمي، وخاصه الناس اللي بيكون عندهم عاده امساك ممكن تساعدهم، بس اهم شيء ياخذوها بالطريقه الصحيحه عشان ما تزود عليهم الامساك. قبل ما نحكي كيف الطريقة الصحيحة، نحكي عن فوائد تانية. هلا غير الجهاز الهضمي، غير انه ممكن بتنزل شوي الوزن، ايش في اشياء تانية كمان؟ بتحمي القلب. ليه؟ لانه بنفس الوقت الفايبرز لما او الالياف لما تشتغل على تقليل الوزن، كمان هي بتشتغل على الكوليسترول. هي بتمسك الكوليسترول الموجود في الامعاء. فمثلا انت اكلتي وجبة منسف مثلا، بعدين اكلتي حبوب كتان او كنافة مثلا او كنافة، فلما تاكلي بسيطة ولا شيء. اوكي. لما تاكلي حبوب الكتان وراها الكوليسترول بنمسك من الالياف وبتاخد على السريع، يعني بخرج من الجسم، ما بتضطري لا تمتصيه ولا ينتقل على عبر مجرى الدم. فبقل عندك الكوليسترول مستواه في الدم. الكوليسترول السيء طبعا. أيوة. نعم. تمام. هو الكوليسترول بشكل عام توتال الكوليسترول بقل عندك وما بنسحب من الاكل. وشغله كمان كثير مهمه انه فيه مضادات اكسده كثير عاليه. مضادات الأكسدة كمان تشتغل كمضادات التهابات، فبتحمينا قاعدين من الكانسر، من السرطان، ومن السكري. برافو. لأنه هي مضادة للالتهاب. كمان فيها أوميجا 3. مظبوط. وفيها أوميجا 3 مفيدة جدا طبعا للشعر، للبشرة، وكمان للعقل، للدماغ. لأنه أنت قبل هاي شغلة كتير صحيح. أنا بتفق معك فيها. فهي كتير مفيدة كمان بتغذي الدماغ، لأنه بتعرف إحنا بدنا الزيوت الأساسية للدماغ كمان. هلا ممكن هاي كمان ما بعرف إذا كان في دراسات لها علاقة بالأمراض اللي عم بتصير على كبر، الألزايمر، الزهايمر، أو الخرف مثلا إذا بدك مبكر. هلا يعني لحد هلا الالزهايمر ما بقدر احكي انه هذا بيحمينا من الزهايمر، بس ممكن يخفف من سرعه تسارع الاعراض. أوكي. اوكي. بس ما بقدر احكيك انه والله بيحمي من الزهايمر. صح. قديش الكميه المطلوبه وكيف بناخده، وهل بالفعل ما بستفيد منه الا اذا خلطناه؟ الا اذا طحناه؟ هلا اذا احنا اخذناه من غير ما نطحنه فبعتبره الجسم زي كانه خشبه دخلت على الجسم وطلعت زي ما هي، ما بستفيد منها ابدا. لازم تخلطيها على الخلاط، وخاصه زي خلاط الهيل. طبعا. او البهارات يعني. وبتحطيها طبعا بترشيها على سلطه الفواكه، بترشيها على اللبن، بترشيها وين ما بدك ترشيها، او بالمي زي ما قلتي. بس هو عاده اكثر مع الاكل. مع ما في ما لها طعم يعني زي الحقيقه البذور. الحقيقه طعمها زي البذور يعني عادي. يعني مش يعني شيء محبب ولا مثلا نكهته قويه؟ يعني سؤالك صعب صراحه. بتعرفين اني بحب الاكل كثير. ما شاء الله عليك. الله يديم عليك الصحه حبيبي قلبي. خليك يا رب. شوفي شيء ثاني عن الكتان.
بس انه شغله كثير مهمه انه نطحنه قبل ما ناكله. وانت للاشخاص اللي بيعانوا من وزن زائد او مثلا ما شاء الله عندهم الشهيه دائما مفتوحه ممكن يحطوا ايش معلقه مثلا بكوبايه المي ويشربوها؟ معلقه لمعلقتين باليوم بتكون كثير منيح، بس اهم شيء شرب المي وراها. أوكي. ممكن يصير معهم مشاكل اذا ما شربوا مي، ممكن يصير معهم امساك، ممكن يصير معهم مغص، ممكن يصير معهم انتفاخ. انتفاخ. أوكي. واحنا بنبلش بمعلقه، خليهم واحد يتعود اسبوع اسبوعين وبعدين بيزيدوا معلقتين. او لازم، بس دائما احنا بنحكي لما متعود شوي على البذور او الاعشاب متحمس اولتها بعدين ننسى الموضوع. بعدين بنقول لا هدول دراسات هاي كلها ما مش صحيحه. لا، فالفكره يمكن بالاستدامه، بالاستمرارية. دائما احنا نحكي عشان يكون نمط حياه اكثر من انه موضه. صح. طيب كتان حبة سحرية إذا أخذناها بطرق منيحة بتأكيد لها فوائد كبيرة. نعم. الحلبة الحلبة هلا في كتير ناس معروف ليش بتحبيها أنت؟ هلا مش عارفة ولا أنا أنا بتذكر أصلا يعني الحلبة إحنا رابطينها مثلا بالست لما بتخلف يعني بقولوا في إدرار للحليب. صحيح. بس لها ريحة ولا لا؟ أنا هذا اللي مزعلني منها الحلبة، هي فعلا بتطلع بريحة، هي بتطلع من الجسم مع العرق. فبيكون لها ريحه مزعجه، بس اكشلي لو انه طلعتي على الفوائد العظيمه فممكن ننسى موضوع الريحه، او مثلا بدك تخيم اسبوع بالبيت مثلا بعد ما تاكل الحلبة. بالضبط. طبعا فوائد الحلبه ممتازه جدا بعده نواحي. اول شيء بتفيدنا من ناحيه الكوليسترول، بتفيدنا من ناحيه السكري، بتفيدنا من ناحيه برضه تقليل الشهيه، والاهم من هيك اذا كان عند الشخص التهابات معوية أو تقرحات بالمعدة، الحلبة فيها مكون اسمه الموسيلاج، هو مكون من سكر وبروتين. فبتعرفي أنت لما تنجرحي موسيلاج بتنجرحي أنت بتحطي بلاستر عليه، صح؟ هلا الحلبة لما تشربيها بتعمل زي البلاستر على الجروح الموجودة بالمعدة وبالأمعاء. أوكي أوكي، مثل هيك كفر يعني. أيوة، كفر كامل تغطي لهذا الموضوع. وبنفس الوقت الحلبة فيها برضو ألياف عالية، فبتمسك الكوليسترول وبتكبه من الجسم. أول ما تاكلي وجبة فيها كوليسترول عالي هي ما بتخليك تمتصي أصلا، بتنزل من الجسم. وهي بذور كمان، هي بذور. وكيف هلا احنا مشكلتنا اكيد ناخذ، اذا قررنا ناكل حلبه ناخذ من الفايده لانها بتكون معموله مثل الحلويات وسمنه وقطر فكيف الطريقه الصح؟ هلا ما رح اقول لك انه ما رح نعمل حلويات، تقدر تعملي حلويات منها وبتكون كمان كثير مفيده. وكمان ممكن تنقعيها، يعني ممكن تحطي مثلا 30 جرام او بما يعادل معلقتين اوكي بحوالي نص لتر مي وتنقعيهم شوي. فاتره المي عادية بدرجه حراره الغرفه وتتركيها مثلا 6 ساعات. لما بتنشرب لها طعم مر بلاش الحلبة بس مفيدة جدا. بتقول لا بتعرفي ليه كمان مفيدة؟ لأنه كمان مفيدة للناس اللي معهم سكري. اوكي. لأنه أمراض، في ناس السكر تبعهم بيكون غير متحكم فيه، بتلاقي دائما حتى وهن بياخذوا الأدوية عماله السكر تبعهم كثير عالي. صح. وممكن كمان كثير تفيدهم. بتعرفي عم بتقولي هلا الحلبة والكتان، ولا بنعرف كثير عن سكري الأطفال طبعا. السكري من النوع الأول. يعني مثل هاي البذور بيقدروا ياخذوها الأطفال إذا عودناهم عليها، وخاصة اللي عم بيعانوا من سكري قد يكون. هلا احنا عادة ما بننصح حتى مرضى السكري ياخذوا الحلبة إلا باستشارة الطبيب. باستشارة الطبيب. لأنه هذا الموضوع كثير حساس. طبعا. لانه لازم يلعب الحلبه مع الدواء، بس ما بنقدر نستعيض فيه بدل الدواء. فلازم استشاره الطبيب، فهو طبيب هو اللي صراحه قدر يقول لك انه امشي بالتأكيد. امشي ولا ما تمشيش. طيب. بعد هذا الحبه السوداء حبه البركه، وإلها من اسمها نصيب، يعني فعلا فيها بركات يعني كثير وفوائد كثير. انت وين عاده بتحطي الحبه السوداء؟ هلا شوفي احنا على الجبنه لما بنغليها احنا بنسميها ازحه. مزبوط. لها هيك اسم. بس على الجبنة معجنات. طبعا طبعا. فهي تستخدم، بس يعني ما يكمل حبة معدودين. صح. يعني هلا في ناس اللي بيقلقوا على صحتهم كثير، عادة بياخذوا الحبة السوداء مع العسل الصبح. صح. أظن أبوي هيك بيعمل. بالضبط تماما. فهي كثير كثير مفيدة، لأنه فيها 3 فوائد. أوكي. هي فيها فوائد عظيمة كثير، بس أنا اختصرت لك إياهم لـ3. أول شيء هي مضاد أكسدة. بنرجع لنفس الموضوع، الحبوب عادة تشترك بالفوائد، مضاد أكسدة، مضاد التهاب. أوكي. لأنه فيها مادة اسمها ثايموكوينون. الثايموكوينون هذه تشتغل مضاد التهاب، فبتمنع تكون السرطان وبتمنع تكاثر السرطان وبتقتل السرطان كمان. مزبوط. والله سمعت عنها كثير هاي. صحيح. صح. وكمان كثير مفيدة بجهاز المناعة. هلا الناس اللي بيكون عندهم مثلا سرطان وبتعالجوا بالأشعة
تعرف انه مناعتهم كثير بتقل. صح. هلا عملوا دراسه على الاشخاص المصابين بسرطان وبتعالج بالاشعه، وجدوا انه الناس اللي بياخذوا حبه بركه بتزيد، بتكون مناعتهم عاليه. قديش طبعا لازم ناخذ؟ هلا تقريبا هاي بدنا ننتبه، هاي نقطه كثير مهمه، لانه بتعرف احنا الحبه السوداء كانوا يقولوا لنا انتبهوا ما تاخذوا منها كثير، خذوا معلقه صغيره، وفعلا اذا اخذنا منها كميات كبيره ممكن تخرب لنا الكبد او الكلاوي. فلازم ننتبه كثير منيح من هذا الموضوع. يعني فلازم ناخذ معلقه لمعلقتين صغار باليوم، او حبه لحبتين، لانه بتعرفي في منها مدعمات غذائيه. صح. فممكن حبه لحبتين باليوم. بتفيد لما تكون يعني على شكل سبلمنتس، مكملات غذائيه بتفيد. أوكي. ولكن بدنا ننتبه كثير منيح من موضوع للدوز. معين للدوز. وكمان ننتبه الناس اللي معهم ضغط دم وبياخذوا ادويه ضغط دم، ممكن يصير معهم نسميها هايبوتنشن، او كثير بنزل ضغط الدم، لانها هي بتنزل. أيوة ضغط الدم. بالضبط. اوكي. فممكن كثير تنزلهم ضغط الدم، مثل القرفه اعتقد. القرفة أكثر بالسكر. بالسكر. صح. مزبوط. فبتنزل ضغط الدم كتير. وللناس الحوامل عادة ما بننصحهم فيها برضو، وبتهيأ لي كل البذور بشكل عام، يعني ما صار دراسات يمكن على السيدات الحوامل. صح. لا هي انعملت دراسات، بس لقوا انه كلها بتساعد على الطلق المبكر. اوكي. فاحنا ما بننصح، يعني ما بدنا حدا تولد قبل شهرها مثلا، فبنحكي بعده عن كل الاعشاب وبعده عن كل البذور، لانه ممكن تحفز عندهم. استشاره الطبيب وقتها بتكون هي الحكم. صحيح. واغلب البذور هي بيحكوا لك الحوامل بعده عنهم. صح. صحيح. طيب هلا غير مع العسل كيف ممكن تتاخذ الحبه السوداء؟ مع العسل كثير مفيده، وكمان زي ما حكينا زي ما احنا بنعملها عاده مع المعجنات، بس انه مع المي مثلا ما مستفيد منها اذا الواحد يعني صعب يمكن. مش كيف حتبلعيها، بخاف عليك بعدين. لا بس هي ما بتنطحن مثلا. لا بتنطحن. يعني بس يعني هي فائدتها برضه هي موجوده زي ما هي، فما تقلقي من موضوع الطحن. اذا تشردقت بتذكرك. طيب بنبلش في شيء ثاني على البذور. هي هيك بشكل عام حكينا عن الحبه السوداء وعن الحلبه وعن الكتان. اوكي. ثلاثه مفيدين جدا، بس ننتبه لازم نصيحه الطبيب. واذا بدنا ناخذ حلبه نقعد اسبوع بالبيت. بالضبط. واذا حامل ما تاخذيها عشان ما يصير معك. طيب نحكي عن الاعشاب بتقول سنمكة. هاي اللي عمري ما بعرف احكي اسمها. سنمكة. هلا السنمكة المشكلة هي يعني صراحة ما رح احكي فوائدها، انا عندي عدو لدود السنمكة. اوكي. اوكي. ليه؟ لانه ناس بالفترة الأخيرة هي السنمكة هي عشبة كثير قوية تخلي الواحد هي تستعمل كمسهل او مسهل للامعاء، ومسهل قوي كثير، فالناس صاروا يستخدموها عشان يقللوا وزنهم. بقول لك انا باخذ سنمكة، باكل منسف وكنافه وبعدين باخذ سنمكه. بالضبط. وفعلا كل شيء بينزل منهم. هلا وين مشكله السنمكه؟ انه لو استخدمت على اكثر من اسبوعين شو رح يصير معهم؟ بصير الامعاء كسوله طبعا، ما معتمده تماما عليها. ما بتتحرك الا بسنمكه. وهي هي مشكله كثير كبيره طبعا للناس. طبعا بسموها ديبندنسي. طبعا كمان ممكن تسبب لهم جفاف. ليه؟ لانه انت لما تسهلي عمليه حركه الامعاء انت عم تاخذي مي من الجسم. صح. عشان تسهل حركه الامعاء. صح. فبصير عندك كمان جفاف، وكمان بيروح منك كل الفيتامينز المعادن اللي يعني بستفيدش من الاكل انا. واهمهم معدن البوتاسيوم طبعا المسؤول عن القلب. طبعا. فما بننصح فيها. ما بننصح فيها ابدا. وانتبهوا من الادويه اللي هي تخفيف الوزن. يعني اذا قالوا لك اذا الواحد مضطر ومثلا كثير تعبان برضه ما بتنصح اذا كان معه امساك باستشاره الطبيب وقعد يومين ياخذها مش مشكله، اما اكثر من هيك او لاي اغراض يعني ما الواحد ياخذها لهدف تنزيل الوزن. طب ما لها فوائد يعني هي؟ هل انا ما بحبها فمش هقول لك فوائدها. لانه الناس عم بتسيء استخدامها. صحيح. روزماري اكليل الجبل. اكليل الجبل هو طبعا عشبه عطريه. طبعا ريحتها كثير حلوه، عاده تنحط على المعكرونه والبيتزا او على الدجاج بالكريمة. مفيدة من ناحية كمان إنها عندها مضادات أكسدة عالية، وكمان بتحمي من السرطانات عن طريق مضادات الالتهابات. هلا في شغلة كيف نستخدم إحنا عشبة الروزماري. في ناس بطبخوها من أول الطبخة. ما بنستفيد. فبتروح كل الفوائد. صح. بس خش. بس تخلص الطبخة رشي عليها وبعدين حطي بالفرن. طبعا مثلاً. طبعا. هون تاخدي الفائدة العظمى منها. كمان بنخاف على الناس اللي عندهم بياخذوا ادويه ضغط دم او مميعات دم انه يستخدموا الروزماري او اكليل الجبل. انه بكميه كبيره طبعا. طب اذا بدي اخذها كل يوم انا روزماري مش على الاكل، يعني اذا عندها كل هالفوائد. هلا ما فيها مشكله لو تاخذيها كل يوم، ممكن تاخذيها على شكل شاي، في شاي الروزماري او اكليل الجبل. كان على اللبنه كمان.
ممكن مثلا انه ايش الواحد يلاقي مثلا بياكله كل يوم صح ويحط وطعمتها كثير طيبه صح. ومسك الختام لافندر الخزامه باخر دقيقه صراحه هاي انا عملت لك اياها خصوصي لانك دائما تساليني على البشره فالخزامه هي احد الاعشاب اللي هي بتكون نبتتها بنفسجيه اللون وريحتها برضو كثير حلوه بيستخدموها عاده عشان تنعم الجلد أوكي. والناس اللي عندهم بثور كمان كثير بتفيدهم لانه هي مضاد بكتيري اوكي فمفيد جدا للبشره اذا اكلناها ولا اذا كانت موجوده بالكريمات هلا عاده هي بتنحط بالكريمات بالشامبو بالباث تبعت مزبوط الجسم بس ما ممكن صعب تلاقيها او بتنلاقى على شكل شاي على شكل شاي هلا لما يكون على اشكال شاي مثلا بتاخذي فايده منها طبعا بتاخذي فايده منها أوكي. بس مثلا باللافندر او بالخزامه بالتحديد بنفضل انه تكون على الجلد أوكي. اللي هي هيك اختصاصها لهي النبته وفي اي شيء ثاني تحبي تحكيه بحب احكي للناس على فوائد العظيمه الموجوده للاعشاب والبذور ما ناخذها الا باستشاره الطبيب لانه هي بنسميها اعشاب وبذور طبيه فبنخاف منها ومن تاثيراتها طبعا. اي حدا بياخذ دواء ضغط دم سكري حامل مميع نعم. دم نبعد عن هاي الـ شكرا شكرا جزيلا بتول جمال اخصائي التغذيه العلاجيه دائما حضورك هيك بهي في برنامج يوم جديد مشاهدينا بعد الفاصل الفقره الاخيره وفقره عن مبادره شبابيه لدعم غزه مع لانا وضيوفها خليكم معنا